جديد يضاف إلى لائحة المنشقين عن النظام السوري. قائد الشرطة العسكرية في الجيش السوري مواكبة لهذه الاحتفالات، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تقديم خدمات خاصة للجمهور من مختلف شرائح المجتمع والزائرين والسياح القادمين من مختلف دول العالم للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية في منطقة دبي مول وبرج خليفة. المزيد مع الزميلة روشان كرباج. لم تكتمل فرحة البريطانيين بعطلة تبادل الهدايا الرسمية المعروفة بالبوكسينج داي، حيث نفذ سائقوها. ينضم إلينا مباشرة أكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية أقرها اليوم مجلس الوزراء السعودي الذي ترأسه. نتحول الآن إلى تطورات الملف السوري، ونبقى في إيران التي أعلنت أن طائرة تجارية أمريكية هبطت اضطرارية. على وقع هذه التطورات أصدر رئيس الوزراء العراقي عفوا خاصا عن النساء المدانات في قضايا جنائية، ويقدر عددهن في خطور بشأنها تقريبا. فرنسا التي كانت في دائرة التهديد إذن تشهد حركة اجتماعات مكثفة يقودها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الذي التقى أمس في بار. ولمتابعة المستجدات من باريس ينضم إلينا وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لوكيان.